عملية عسكرية نوعية وناجحة، عملية إعصار اليمن، استهدفت من خلالها مطاري دبي وأبوظبي ومصفات النفط في المصفح في أبوظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة. وتمت العملية الموفقة بخمس صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تنفذ اليوم ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة.